هل خطر في بالك أن تسأل عن أصل كلمة العرب ومن أين جاءت هذه التسمية؟ ثم من أول من نطق باللغة العربية؟ هل كلمة عرب كانت موجودة قبل زمن إبراهيم وإسماعيل؟ ثم هل كيف يمكن لنا أن نحل مشكلة فكرة الإله القومي والتحيز العرقي مع حقيقة نزول القرآن عربيا؟ هل العرب عرق صاف بالمعنى الأنثروبولوجي أم هم قوم جمعهم التوحيد؟ كل هذه التساؤلات وغيرها سوف تجد إجابتها في كتاب العرب عرق أم عقيدة؟ قراءة تخالف الموروث للباحث والكاتب الأستاذ علي الزيدي. حقيقة أنت قبل قراءة هذا الكتاب شيء وبعده شيء آخر، كونه سيضيف لك الكثير من المفاهيم والمعارف. الكتاب متوفر في جناح دار سحر القلم للطباعة والنشر والتوزيع في معرض النجف الأشرف الدولي للكتاب.